أحمد الجبيلي مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق الفيصلية بالرياض. هذا الإنجاح. أهلا وسهلا بك، يسرنا أن تكونوا معنا اليوم. بداية خبرنا عن الجائزة التي ربحتمونها اليوم. طبعا فازت فندق الفيصلية اليوم بثلاث جوائز. الجائزة الأولى هي عبارة عن البزنس كونفرنس في الميدل إيست والبزنس كونفرنس في الأجنحة والسويتات على مستوى الميدل إيست والبزنس الكونفرنس في السعودية وإيبيا. هذه النجاحات اللي حققناها اليوم الثلاثة اللي جميل. وهذه النجاحات ماذا تعني لكم؟ تعني لنا شيء الكثير في الفترة هذه بخصوص موضوع حكاية التطوير والتطوير من العملاء والتطويرات الموجودة من حكاية الخدمات اللي نقدمها للفي اي بي والرويال والإنجازات اللي نسويها. كيف ستساعدكم هذه الجوائز من الورد ترافل اووردز على تسويق خدماتكم؟ الإنجازات هذه اللي تساعدنا بذلك بتحقيق أهدافنا اللي هي تطوير في الفترة القادمة في السنوات القادمة الموجودة بحيث أن احنا نزيد عدد العملاء الموجودين من كبار الشخصيات الموجودة وتساعدنا في الظهور للأفضل في السوق الميدل إيست والسوق السعودي إن شاء الله. جميل، أهنئكم مرة أخرى على هذا النجاح وأتمنى أن نراكم السنة القادمة إن شاء الله. شكرا شكرا لك. شكرا لك.